أهلا بكم من جديد مشاهدينا. التغطية مستمرة من الإخبارية السورية على وقع انتصارات الجيش العربي السوري. مبروك للشعب السوري هذا الانتصار الذي حققه في حلب. مبروك لرجال الجيش العربي السوري الصامدين الصابرين القابضين على زناد الحق. اليوم فرحة الشهداء تكتمل، اليوم ننتصر لدماء الشهداء التي روت أرض سوريا الطاهرة. اليوم أرواح هؤلاء الشهداء تشارك الشعب السوري وتشارك أهل حلب هذا الانتصار وهذه الفرحة التي عمت أرجاء سوريا بعودة حلب طاهرة إلى حضن أمها الكبرى سوريا. مبروك لكم، مبروك للجميع. ولمتابعة هذه التغطية مباشرة ننتقل إلى العزيزية في حلب ومراسل الإخبارية أنس رمضان ليضعنا بأجواء الاحتفالات. تفضل أنس. تفضل أنس، تسمعني أنس؟ نعم، تحية لكم زملائي مرة أخرى من مدينة حلب، ونحن نتنقل بطبيعة الحال من مكان لآخر لنرصد كل أجواء مدينة حلب، لا سيما بعد إعلان النصر في هذه المدينة الصامدة، المدينة الشامخة، المدينة التي صمدت وصبرت حتى نالت هذا الانتصار الذي جاء بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وأيضا دماء الشهداء. إذن حلب تحتفل، حلب تنتصر، ويعلن النصر في هذه المدينة. وسأتحول، يعني أنا حاليا متواجد في حي العزيزية وأيضا بالقرب من هذه الشجرة التي أضيئت بين مينا الآن، وسأتحول إلى المتواجدين هنا. يعني أعلن النصر في مدينة حلب. هي حلب، وعدنا الرئيس، وعدنا بعيونه بحلب، ونحن أعلننا النصر وبنهدي النصر من حلب لرئيسنا وجيشنا، ولله يرحم كل شهداء. وزامن النصر مع عيد مولد نبوي وعيد المسيح، وهي شجرة النصر، ونحن نهدي النصر لكل سوريا الأسد، والله يديم الجيش. الله يا رب. أعلن النصر بحلب. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. مبروك لحلب، مبروك لسوريا، مبروك للجيش العربي السوري وللقائد العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. سوريا انتصرت غصب عن الأعداء وعن الدنيا كلها، وحلب صمدت، وشعب حلب صمد وأثبت أنه نحن قادرين وواقفين وصامدين هون. وهي اليوم شارات النصر موجودة في كل حلب، الشعب كله سعيد وعم بيزلغط وطاير عقله بالنصر. وشكرا. مرحبا. أهلا وسهلا. حلب صمدت، حلب عانت وصمدت، واليوم عم تنتصر. الحمد لله بألف خير. إن شاء الله يا رب دايما عقبال كل سوريا يا رب. آمين. آمين. إن شاء الله تنتصر كل سوريا يا رب قريبا جدا إن شاء الله بإذن واحد أحد. إن شاء الله يا رب. الله يخلينا. يعني متواجدين هنا مرحبا. اهلا، بنهدي النصر لارواح الشهداء ولارواح المقاومه كلها. والله ينصر السيد الرئيس جدنا، وعدنا حلب بعيونه. مرحبا. عانينا كثير بمدينه حلب. نحن كشباب كصغار ككبار كنساء ككل. واليوم انتصرنا. يعني اليوم 2017 ان شاء الله بنعيد عيد كويس وكذا، وبعيد الرئيس معنا هون بحلب، ووعد انه يكون حلب بعيونه، وفعلا سياده الرئيس بشار حافظ الاسد خالصة. يلا سوريا ان شاء الله. سهلا. شو حابب تقول بهي الفرحه؟ هاي انتصرنا، والعيد العيد كلياتها صارت مع بعضها، عيد الفصح وعيد الميلاد اكيد كل الاعياد. ايه الحمد لله، وكلياتنا هيك مبسوطين وفرحانين، وان شاء الله يا رب هيك حلب كلها وسوريا ان شاء الله يا رب. اهلا مرحبا. حلب صمدت وعانت وانتصرت بفضل الجيش. بإذن الله وبإذن كل شيء ضحى بأرواحهم وبهمة قائدنا وجيشنا. بنحتفل بعيد النصر مع عيد الميلاد لسيدنا المسيح وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا. إذن المدينة التي كما ذكرنا. مرحبا عمو، كيفك؟ الحمد لله. شو حابب تقول اليوم؟ يعني ما بعرف، فرحتنا بالانتصار كثير حلوة يعني. مرحبا. شو حابين تقولوا اليوم مع هذا الانتصار واعلان النصر ايضا؟ الف مبروك لحلب ولسوريا كلها والجيش العربي السوري. اذا مبارك لكل مدينه حلب. اليوم يحق لكل السوريين ان يحتفلوا بهذا النصر في سوريا، في مدينه حلب، هذه المدينه التي كما ذكرت تعرضت الى اعنف الهجمات واشرس الهجمات التي حاولت من خلالها المجموعات الارهابيه المسلحه أن تدخل هذه المدينة، حاولت أن تخرب هذه المدينة
وأيضا حاولت بدعم كبير من الدول الاستعمارية من تركيا وغيرها، لكن بفضل الجيش العربي السوري وتضحياته بدأت مدينة حلب تعيش هذا الانتصار، الانتصار الذي سيولد مرحلة جديدة من إعادة الإعمار لهذه المدينة العريقة، لأقدم مدن التاريخ، لهذه المدينة الحبيبة كما يطلق عليها أبناء الشهباء حلب. أعود إليكم على أن نعود أيضا ونستمر بهذه التغطية إلى ساعات الصباح وإلى يوم غد وبعد غد وبعد 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 غد. هذا إذن هو إعلان النصر هنا في مدينة حلب على أن يعم أيضا في كل الأرجاء. نعم. أرجاء سوريا الحبيبة، أعود إليكم. شكرا لك أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية في حلب. إذن نعم، إذن مشاهدينا هذه أجواء الفرحة في حلب، هذه أجواء الانتصارات نتابعها مباشرة من حلب، حلب المنتصرة. وفي هذه التغطية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن حسن الخبير العسكري والاستراتيجي. مساء الخير، مساء النصر دكتور حسن. مساء الخير ومساء النصر. ودعني أقول عندما تزغرد أبواق النصر في حلب تطمئن أرواح الشهداء في سمو عليائها، عندما تطلق أبواق النصر في بوابات حلب وحارات حلب وشوارع حلب، كبيرها قبل صغيرها وصغيرها قبل كبيرها، عند ذلك تقر جراحات الجرحى وتطمئن يعني عذاباتهم، متيقنة من أن ما تم نزفه، ما تم تقديمه، ما تم التضحية به من دماء طاهرة لإعادة الطهارة إلى ثرى حلب قد تحقق. نعم أخي الكريم، كل التحية والإجلال والإكبار لأرواح القديسين بكل ما تعنيه كلمة قداسة، أرواح الشهداء أبطال الحقيقيين لإنجاز هذا الإعجاز بكل ما تعنيه كلمة إعجاز. نعم. كل التحية والتقدير لجراحات الجرحى الذين بأعضائهم بدمائهم بآلامهم كانوا المقدمة، كانوا الجسر الذي مهد لهذا الإنجاز. كل التحية والتبجيل والتقدير لرجال الجيش العربي السوري، حماة الأرض والعرض، سيف الوطن ودرعه وترسه، وقد أثبتوا أنهم الأجدر والأقدر وأنهم الأكاديمية الكونية في محاربة الإرهاب. كل التحية للمقاومة الشريفة في حزب الله وبقية فصائل المقاومة التي وقفت إلى جانب الجيش العربي السوري، إلى الأشقاء في إيران، إلى الأصدقاء في روسيا، إلى كل من كان على يقين بقدرة سوريا شعبا وجيشا وقائدا على اجتراح النصر، وها هو النصر قد تحقق. نعم. فمن يعني يراهن على إمكانية الانطلاق من خطة ألف إلى خطة ب، نعم، عليه أن يعود إلى الخطة الصفر ليعلن إفلاسه. فإنجاز حلب، هل بقي خطة ب بعد حلب دكتور حسن؟ كما هو قبلها، هل بقي خطة ب بعد حلب؟ هل تتوقع من مراوغة بعد حلب بعد ما شاهدناه اليوم؟ علينا، أنا لا أريد أن أضيع هذه الفرحة على الإطلاق، لكن بالاستراتيجية لا يجوز على الإطلاق، يعني قد تكون الفرحة بالنصر من دون إعداد العدة نتائجها وخيمة، لكن من استمع إلى بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة يدرك بأن هذه القيادة قد أعدت لكل شيء حسابا، قد وضعت لكل الاحتمالات وما هي السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع التداعيات. لذلك كان الختام ما ختم به بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن إنجاز حلب سيكون المقدمة لاستمرار قيام الجيش والقوات المسلحة بواجباتها الوطنية والدستورية في المتابعة بملاحقة في الفقة من إرهاب ومتابعة هذا الواجب المقدس حتى القضاء على آخر إرهابي. نعم دكتور حسن، يعني قضينا ساعات قبل إعلان النصر وقضينا أيام وكنت معنا في معظم التغطيات، وكانت كل توقعاتك دكتور حسن تشير باتجاه النصر، باتجاه خلاص حلب من هذا الإرهاب. أنت وفي هذه اللحظة دكتور حسن والتوقعات تتحقق وحلب تنتصر وتنفض الإرهاب عنها، ما هي رؤيتك لما بعد حلب؟ دعني أكون واضحا،
ليس الموضوع موضوع توقعات ولا موضوع تحليلات، وإنما نعم. موضوع حسابات موضوعية، نعم. مقدمات محددة تؤدي إلى نتائج محددة. عندما نتحدث عن إنجاز في حلب ليس إنجازا عاديا، حلب كان يعني مرشحة وفق أصحاب المشروع التفتيتي أن تكون العاصمة الأخرى التي يعني تمهد لتفتيت سوريا. عندما كنا نتوقع بأن النصر قادم، فهذا ليس رجما بالغيب ولا قراءة في الفنجان على الإطلاق، هذا استنادا إلى معطيات الواقع. عندما يتم إعداد ما يلزم من قوى بشرية وقوى تسليحية، وهؤلاء جميعا مزودين ومحصنين بإرادة قتال وروح معنوية تصل عنان السماء، فالأمر وهم أصحاب حق وأصحاب يقين، الأمر الطبيعي أن النتيجة الموضوعية الحتمية وليس الممكنة هي النصر، يعني ليس هناك من احتمال آخر على الإطلاق. أمام هذا الواقع الجديد وأمام ما ستفرزه نتائج انتصار حلب، أستطيع القول بأن إمكانية دحر الإرهاب أصبحت مضاعفة عدة أضعاف، يعني لأكثر من سبب. السبب الأول أن إرادة القتال لما دام تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة هي في تآكل، روحهم المعنوية في انهيار، ودوما وأبدا النصر أو الهزيمي عنوانها العمود الأساسي الذي ترتكز عليه هو إرادة القتال، فهذه الإرادة في تآكل، نقطة أولى. النقطة الثانية هي فقدان ثقة هذه المجاميع الإرهابية المسلحة بمشغلها الإقليمي، قطريا كان أم سعوديا أم تركيا أم غير ذلك، وفقدان ثقة هذا المشغل الإقليمي بسيده ومالك رقبته المايسترو الصهيو أمريكي، لأنه اتضح عجز كل معسكر الإرهاب، كل معسكر من حاول الاستثمار في الإرهاب عن تفتيت سوريا. هل يظننا عاقل أنه لو كان يعني ما وجه من حقد من مجاميع إرهابي مسلحة بمئات الآلاف وفق وثائق رسمية صادرة عن المنظمة الدولية، ما تم الزج به من أسلحة وعتاد خفيف ومتوسط وثقيل، ما تم تسخيره من إمبراطوريات إعلامية من أجل استخبارات دولية، لو قسما صغيرا تم توجيهه باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها لتدكدكت وأصبحت 51 دولي. نحن أمام معطيات محددة، إرادة قتال، روح معنوية، تصميم على دحر الإرهاب، والنتيجة الحتمية الوحيدة دكتور حسن ليس الممكنة وإنما الحتمية هي النصر. نعم دكتور حسن، سندخل بتفاصيل الميدان وكيف تحقق هذا النصر من بوابة الميدان وإنجازات الجيش العربي السوري والدور الذي قدمه المقاتل السوري، لكن دعنا نرحب بالفنان شادي جميل معنا عبر الهاتف. مساء النصر أستاذ شادي. الله يخليكم، حياك الله أستاذ شادي. غنيت لنصر حلب وها هي حلب اليوم تنتصر. منقول ألف مبروك لجيشنا العربي السوري، ألف شكر للأوفياء اللي وقفوا معنا بإخلاص، مثل ما تفضل ضيفك، من المقاومة الإسلامية حزب الله ومن إيران وروسيا والصين وكل إنسان وفي وقف مع جيشنا العربي السوري، وبدنا نترحم على الشهداء. هذا النصر إلهم، لولاهم نحن ما عملنا شيء، وبدنا ندعي للشهداء للجرحى بالشفاء العاجل يا رب، وبنقول لأهلنا بحلب ولكل أهلنا بسوريا ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك لسيادة الرئيس، ألف مبروك للشعب الحلبي. ومرة تانية وتالتين منقول الفضل لكم يا شباب يا جيشنا العربي السوري اللي نحن نفتخر فيكم ونرفع راسنا فيكم. نعم أستاذ شادي، ما الذي تعنيه حلب، هذه المدينة التي خصها الفنان شادي جميل بأغنياته والتي استمد منها معظم يعني ألحانه ومعظم أفكاره الغنائية، ما الذي تعني هذه المدينة في قلب شادي جميل؟ يا سيدي أنا ابن حلب، أنا أمي حلبية، بس أنا بي سوري. حلب هي عطتني كتير، يعني شو ما قدمت لحلب ما بقدر أوفية. غنيت بمية الذهب كتبنا يا حلب، اليوم عم نسمعها في شوارع دمشق، عم نسمعها على شاشات التلفزيون. غنيت شهبة وش عملوا فيكي هالجهلة هالمتخلفين، طلعت على حلب، حدا بيدمر تراثه، حدا بيدمر بيته، حدا بيدمر تاريخه. وقت عملت اسمك يا شهبة كانت حلب وردة، وقت عملت شهبة وش عملوا فيكي شفت التخلف، إيش وين رجعونا.
وهلا باعتباري انا اليوم عايش بالحدث وانا هلا موجود بالشام وعم بتابع الاخباريه وعم بتابع الفضائيه السوريه. نعم. انا اليوم عامل غنيه جديده بتقول كلنا حلبيه لا شرقيه ولا غربيه، بالاخر كلنا حلبيه. نعم. بعروق الدم منتخاوى، هي مربى الام السوريه، يا ويلك يا ويلك من الام الحلبيه. قريبا ان شاء الله رح نسمعها هنهارين ان شاء الله عند الاستاذ سمير كويفاتي ان شاء الله. بدي ابارك لسياده الرئيس، بدي ابارك للاوفياء، لكل وفي واقف معنا، لانه اخي العزيز نحن اليوم نفتقد للاوفياء اللي اكلوا خبز وملح هالبلد وشافوا خيراتها. نعم. يا ريت كانوا يحفظوا جزء منا، ما كنا وصلنا لهون. نعم. معلش نترحم على شهدائنا ومنقول الف مبروك للجيش العربي السوري، ان هذا النصر بهديه اولا واخيرا للجيش العربي السوري. نعم، اشكرك كل الشكر الفنان شادي جميل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. اذا الافراح تعم الشوارع السورية وجميع المناطق السورية، سنغطي معظم المحافظات وما يجري بها وكيف يعبر اهالي المحافظات والشعب السوري في هذه المحافظات عن فرحته بنصر حلب. ومن دمشق مباشرة ننتقل إلى سلمى عودة موفدة الإخبارية السورية ومن القصاع لتضعنا بأجواء فرحة الانتصار. تفضلي سلمى. تسمعيني سلمى؟ نعم، نحن متواجدون الآن في أحد أسواق مدينة دمشق لنرصد معكم رأي الشارع السوري وأيضا مشاركته لفرحة الشارع الحلبي بانتصار مدينة حلب وتخلصها من الإرهاب. رح نحاول نستطلع معكم أكبر قدر ممكن. مرحبا، يسعد مساكم صبايا. يعني في اليوم فرحة بالشام، أكيد نحن عم نعيش زمن الميلاد، وأيضا في فرحة اليوم بحلب انتصار حلب تخلصها من الإرهاب، شو بتحبي توجه؟ ما في شيء غير الله يحمي هالجيش وإن شاء الله من انتصار لانتصار وتضل فرحة بقلوب الناس كلياتها. آمين يا رب. حضرتك بدي أقول إن شاء الله ألف مبروك للجيش العربي السوري وللشعب السوري وخاصة أهل حلب بمناسبة هلأ عيد الميلاد وعيد رأس السنة، يعني مثل ما شفنا من يومين كانوا عم يحتفلوا بالساحة. إن شاء الله إن شاء الله يا رب هلأ عيد الميلاد يجي مو بس أهل حلب، إن شاء الله كل أهل سوريا. آمين. وهالانتصار اليوم قديش كلياتنا كنا ناطرينه؟ يمكن هلأ مثل ما شايفة يعني الفرحة هلأ بالطرقات، نحن عم نمشي ومتفاجئين إنه اليوم شو اليوم الخميس الكل طالعين وعم يحتفلوا بعيد الميلاد. ان شاء الله يا رب. يا رب. شكرا لك. اهلا لك. رح نحاول ارصد معك. مرحبا. اهلين. شو بتحب توجه كلمه للناس اللي عم يتابعونا؟ شو بتحب تقول لهم؟ بون فيت للجيش العربي السوري والله يحمي سوريا والله يحمي الجيش العربي السوري. شكرا حبيبي، الله يحميك يا رب. شكرا شكرا كثير لك. يعني عم نحاول مثل ما انتم شايفين دمشق عم تعيش حاله يوميه برغم تاخر هذا الوقت، ولكن في ازدحام بالشوارع، في حاله من الفرح مخيمه على الشارع العربي السوري. مرحبا، يسعد مساكي. نحن عم نقول اليوم انتصارات مدينه حلب، شو بتحب توجهي تحيه للجيش العربي السوري؟ انا بقول ان شاء الله بنصر الكبير لسوريا وحلب ان شاء الله ولكل ان شاء الله المدينه السوريه بنصر ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير لك. عفوا لك. لحاول ارصد معكم اكبر قدر ممكن، ويمكن كمان ايضا رح نحاول من الناس المتواجدين. مرحبا، يسعد مساك. حلب انتصرت، حلب مدينه تخلصت من الارهاب، شو بتحب تقول اليوم للشارع الحلبي اللي عم بيتابعنا؟ الحمد لله على السلامة وألف مبروك إن شاء الله والنصر الدائم على طول إن شاء الله. نعم. شكرا لك. أهلا وسهلا. نعم، أشكرك سلمى عودة موفدة الإخبارية السورية. إذن مشاهدينا، الشارع السوري يحتفل اليوم بنصر حلب، وكنا معكم من منطقة القصاع في دمشق ننقل لكم الفرحة التي يعبر عنها الشعب السوري بنصر حلب. أعود إليك دكتور حسن وأعتذر منك على الإطالة. دكتور حسن، بعيدا عن الآليات وعن الآلية العسكرية وعن يعني البندقية يعني برمزيتها، البندقية دون عقل يديرها ودون إيمان بهذه البندقية وبصوابية وحق أين تطلق هذه البندقية لا يمكن أن تحقق أي نصر. إلى أي حد أثبت الجيش العربي السوري على امتداد الجغرافيا السورية قدرته على وأمانته على حمل هذا السلاح؟ وصل إلى الحد الذي كسر كل ما هو معروف
من يعني معايير أو أرقام قياسية في العلم العسكري النظري، لكن نعم. سأجيبك بشيء من التفصيل لاحقا، دعني فقط أوجه نقطة أو أشير إلى نقطة أساسية عندما تحدثت مع الأستاذ شادي جميل. تفضل. نصر حلب ليس فقط عسكريا، علينا نعم. أن نتذكر بأن حلب بقيت قرابة عام لم تشهد إطلاق رصاصة واحدة. أرادوا صحيح. الانتقام من حلب، أرادوا الانتقام من الشعب الحلبي، ماذا كان الرد؟ كان الرد مزيدا من التصلب، مزيدا من التمسك بهوية الوطن، بنقاء الانتماء لهذا الوطن، بنقاء الوفاء لسيد هذا الوطن، صاحب الفكر الاستراتيجي الذي أثبت على أرض الواقع أنه الأقدر وأنه الأكفأ على ليس فقط قيادة سفينة الوطن، بل على قيادة سفينة منطقة برمتها في مواجهة أعاصير إرهاب لو وجه إلى دول عظمى لدكدكها. إذا نحن أمام تكامل أداء الجيش العربي السوري مع تكامل المواطن السوري سواء كان في حلب أم في غيرها. لولا بقاء الأستاذ شادي جميل وغيره من أصحاب يعني المهن أو الكفاءات النوعية يعني فيما يتعلق سواء كان أصحاب المصانع إذا فيما يتعلق بأصحاب الخبرات فيما يتعلق بالمواطن العادي، هم لماذا كانوا يستهدفون حلب بالقذائف الهاون والقذائف الصاروخية العشوائية؟ هم أرادوا تعطيل دورة الحياة في حلب، لأن المدن عندما تتعطل دورة الحياة فيها تموت. أثبت المواطن السوري أنه الأقدر على التعامل وأنه الأوفى لجيشه. دكتور حسن، ننتقل معا إلى حلب وموفد الإخبارية السورية ربيع ديبة ليطلعنا على كل ما هو جديد. مساء الخير ربيع، مساء النصر لكل شعب سوريا. النصر من حلب إياد. تفضل. النصر لأهالي حلب، أهالي حلب الشرفاء الآن يخرجون بالآلاف إلى الساحات هنا في دوار البولمان. بدأت المسيرات الاحتفالية، اسمعوا أصوات حناجر الحلبيين وليعلم العالم لا مكان لأي مسلح هنا في أرض حلب. الأحياء الشرقية والأحياء الغربية حررت، كل المواطنين يخرجون إلى الساحات ليعلنوا نصرهم مع خروج آخر مسلح وعائلاته إلى الريف الغربي. هؤلاء هم الحلبيون. سأحاول إجراء عدد كبير من المقابلات إياد مع المواطنين. مبروك النصر لحلب. مبروك، ألف ألف مبروك النصر وعبال كل سوريا. مبروك، ألف مبروك النصر لأهالي سوريا. واليوم بدنا تم سهرانين للصبح وبدنا نحتفل بكل حلب. ما في نوم اليوم بالبيت، كل الحلبية بده يتموا بالشوارع، وخلي يعرفوا أردوغان وخلي تعرف أمريكا إنه هي الصوت الحلبي، هذا حلبي وهذا الصوت الحلبي. لحلبيات لحضر الصوتكم، هاي حلب، شوفوا حلب يا عالم. نحن موجودين عدلب، نجيون نحن جايين وراكم عدلب، لا ترضوا إلا نجي وراكم عدلب. يا مرتزقة، يا عم، يا 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 انجاس، يا كلب، يا اللي بعتوا وطنكم. هي حلب. ألف مبروك إن شاء الله لحلب. أنا عندي بس رسالة لكل الشباب، تركوا وطنهم وطلعوا على ألمانيا، قال لهم هذا النصر إن نحن صبرنا وتحملنا القذائف، هذا النصر أبدا ما قلكم، ونحن أنتوا إذا جيتوا نحن ما بنستقبلكم، وهي البلد لنا. هي حلب الصمود، هي هي حلب الانتصار. نحن نوجه رسالة، هي حلب، مبروك مبروك للجيش السوري بانتصاره بحلب، وإن شاء الله من حلب إلى نص الريف الغربي، والله جايين إلى أدلب وإلى الريف الغربي وإلى كل شبر في سوريا، جايينكم يا مرتزقة، جايينكم يا إرهابيين. مبروك لك الحلب، مبروك لك الحلب يا محيصني. وين جيشك؟ وين جيشك يا محيصني؟ صبرك صبرك، والله لا نحفر قبرك يا محيصني. نحن حالي حلب الشعباء لا نتحدى ولا نقهر، نحن نتحدى الموت. بدي أطلب شغلة واحدة، بدنا السيد الرئيس بشار الأسد هو اللي يعلن النصر بحلب، وحلب اشتاقت له كثير، وعد وصدق ووفى الوعد، ونطلب من خلالكم وجود السيد الرئيس لإعلان النصر في حلب عن طريق المدنيين عسكريين كل الطالب، وجود السيد الرئيس لإعلان النصر بحلب، لأنه حلب سيادة الرئيس. حاول انتقل أيضا إلى منطقة يعني سوريا. إن شاء الله ألف مبروك لحلب، وإن شاء الله إن شاء الله النصر لكل سوريا إن شاء الله. نحن من طلاب جامعة حلب، باعثين الأسد في جامعة حلب، شهداء جامعة حلب، اليوم
وبهالساعات هيدي اخذوا تارون من خزائفكم الارهابيه. شهداء جامعه حلب سوف يحاسبكم ليوم الدين من تفجيرات العماره، لقذائف السكن الجامعي، لقذائف كليه الاداب، لقذائف كليه الزراعه والعلوم. ما قدرتوا الا ما تحسنوا تضربوا صمودنا، وصمودنا واحد. وتحياتي لكم فريق الاخباريه السوريه، وتحيه خاصه لشهداء الاخباريه السوريه اللي قدموا ارواحهم فداء الوطن وقاد الوطن. جينا والله، جينا من صلاح الدين اول والله. مشوا لعيون سياده الرئيس، مبروك النصر، مبروك النصر لكل سوريا، عمين عن سوريا كلها يا رب يا رب. انا بحيي الجيش، الله يحمي سوريا. مبروك لسوريا، مبروك للجيش العربي السوري، مبروك لحلب. مبروك للجيش السوري، مبروك نصرك يا حلب. وليد يعني تشاهد معي اياد افراح اهالي حلب يا دار الانتصار. ها هي شمس سوريا تشرق من جديد، ها هي شمس سوريا تشرق من الشمال السوري، ها هي شمس سوريا تشرق من حلب، حلب العزه، حزم الكرامه، حلب الصمود. مبروك الجيش، الله معي الجيش ان شاء الله. مبروك على النصر الكبير، وحلب انه ما بنطلع منه باذن الله. والله يعطيكم العافيه. نعم اياد، يعني تشاهد وتتابع الان بالصوت والصوره. ها هم الشرفاء يا شيخ، يعني ازدحام للمواطنين الذين خرجوا لوجه التحرير للجيش العربي السوري لهذا الانتصار. بشار وبس الله سوريا، بشار وبس الله سوريا، بشار وبس. حاول الانتقال الى جهه اخرى ايضا. مبروك النصر، الله حيو. مبروك النصر على سوريا وعلى قائد سوريا، وهذا النصر يعيد فضله للجيش العربي السوري ونمور الجيش العربي السوري. نحن من هنا من حلب نرفض الارهاب، والارهابيين، وعاده حلب كما كانت بعد ان رفضت الغرباء الذي كانوا موجودين بقلبها. هي ابناء حلب بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم. من هنا من حلب نكسر الامبرياليه والغزو على بلادنا العربيه. انتقل ايضا الى الزميل وليد. وليد مبروك النصر، مبروك النصر، مبروك النصر علينا وعليك ربيع على اراضي الجمهوريه العربيه السوريه. اليوم من هي المدينه الصامده اللي صبرت واللي نالت، نحن اليوم عم ننال عمليات الانتصار وابطالنا اللي صمدوا. شو بتحب تقول؟ انا بقول بهاليوم هاد بس كلمه واحده، سياده الرئيس بشار الاسد على حق، والله الحق، والله نصر الحق. يا رب يا مهما أكيد تكالبوا علينا الحق هو الحق. اكيد اكيد، وحد نحن بنعرفه بكل مواطنينا الشرفاء اكيد يعني. وراح انتقل كمان للمدنيين الموجودين معي. شو بتحب؟ طول بالك، تفضل تفضل، شو بدك تقول؟ ها هي شمس سوريا تشرق اليوم من جديد، ها هي شمس سوريا تشرق من الشمال السوري، ها هي شمس سوريا تشرق من حلب، حلب العزة، حلب الصمود. مبروك لشعب الحلبي، مبروك لسوريا، مبروك لقائد سوريا، مبروك مبروك. أكيد أكيد سوريا هي منورة، موجود كل الشرفاء أمثالكم اليوم من هاي المنطقة، منطقة حلب دوار بولمنشبا، هو كباقي المناطق الثانية عم بيشهد احتفالات لأبطال بانتصارات اللي حققها الجيش العربي السوري. اليوم هاي المنطقة تشهد اليوم. نعم يعني الهدف مبروك لسوريا، مبروك للشعب السوري، مبروك للقائد الوطن، مبروك للسيد رئيس بشار الاسد، مبروك للاخبار. هؤلاء المدنيين الابطال واحد صفا بصف عبر صمودهم نالوا هذا الانتصار الكبير. وسوف انتقل ايضا يعني هذه الافراح التي تملأ سماء مدينه حلب. سوف انتقل ايضا زين زين شكرا 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 عمرك استاذ عن جد. لحظه بس الكبل الكبل كلمه استاذ براتب بس مو هلا. تفضل تفضل شكرا. ببارك لسوريا كلها ولحلب خصوصا بهالنصر الكبير بخروج اخر كلب ارهابي من
اراضي حلب، ومبروك يا حلب، نصر لحلب، نصر لحلب، مبروك لسياده الرئيس. رح نحتفل، رح نبقى محتفلين، محتفلين للصبح ان شاء الله، للصبح محتفلين ان شاء الله تعالى، والنصر قريب لكل سوريا ان شاء الله. سوف نخضع لهم. هذا اليوم، هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر، من شهر كانون الاول العربي السوري، هو يوم تحرير حلب بالكامل. مبروك لحلب، مبروك لنا ولكم. بدي اخذ لقاءات اكثر، وبدي انتقل كمان لجانب اخر، يعني اليوم اعداد كبير. يعطيك العافيه بهذا اليوم، بهذا اليوم. لحظه بس، لحظه 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 يا شباب، انا لحظه يا شباب لحظه. بهذا اليوم شو بتحب تقولي؟ بهل جميع السوريين وجميع اهالي حلب، وبقول لهم مبروك، الف مبروك للنصر، ومبروك للجيش السوري. والله سوريا وبشار وبس. قل لهم بحيي الجيش العربي السوري، واذا هزمتوا على ادلب جايينكم. يا رب يا رب، اكيد اكيد، يعني نحن نحاول ان ناخذ اكبر شريحه من المتواجدين معنا في هذه الشوارع والاحتفالات المتواجده عبر السيارات، وايضا عبر المسيرات عن طريق السيارات، وايضا المسيرات الشعبيه المتواجده بكل شوارع مدينه حلب. اليوم نتحدث عن نصر كبير، هو كان مفصلي حققه الجيش العربي السوري. اذا انتصارات كبيره يحققها الجيش العربي السوري. يعطيك العافيه. ما شو بتقولي؟ الله يحمي الجيش والله بيحميه. الله يحميك يا رب، الله يحميك. اذا اليوم نتحدث عن يعطيك العافيه استاذ احمد مرعي، حضرتك في مجلس الشعب، يعطيك العافيه. اليوم نحن داخلين على يوم مفصلي، انتصارات كبيره، حلب انتهت، يعني اليوم شو بنحب نوصل لهم؟ اول شيء انا عم شوف الفرحه بعيونك وبعيون الاهالي والناس الصامدين اللي صبروا واللي ضحوا امام تضحيات الجيش، ووقفوا في وجه هاي المجموعات الارهابيه المسلحه. هذا النصر اليوم كبير، هو تحول استراتيجي ومنعطف هام، مثل ما بينوا بيان القياده العامه للجيش المسلحه. نحن شعب سوريا والشعب الحلبي، نحن صامدين بهذا البلد، حققنا انتصار كبير اليوم على هذا المشروع في حلب، ومستمرين في تحقيق الانتصارات في ادلب وفي الريف الشمالي والغربي وعلى مستوى سوريا. ونحن اعضاء مجلس الشعب ان كنا في كل الاحزاب مدعوين اليوم بالانخراط بورشه عمل وطنيه لاستنهاض الحياة الاقتصادية والاجتماعية مرة تانية. مبروك لشعب سوريا، مبروك للشعب الحلبي هذا الانتصار الكبير، ونحن دائما عم نحقق انتصار خلف انتصار، خلف قيادة الجيش، خلف قيادة الجيش والرئيس الأسد. شكرا لكم. يعني اليوم نحن متواجدين، وراية الجمهورية العربية السورية، هذه الراية التي تقبل، هي الآن مرفوعة بكل أراضي محافظة حلب، بكل الأحياء الشرقية. حلب بقيت واحدة موحدة، لا شرقية ولا غربية. الأفراح تعم في كل مدينة حلب، هذه الأفراح التي لطالما انتظرها الحلبيون على مدار الخمسة أعوام الماضية. اليوم كل الحلبيون محتفلون، الرصاص والطلقات الخطاطة المتواجدة في سماء هذه المدينة، ويعني كل ذلك ابتهاجا بالأفراح. إذا اليوم نلاحظ إذا كل ذلك يفديه مدنيين حلب. شفت هاي حلب؟ بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم. يلا يلا يلا، نفديك يا بشار، تفضل تفضل، نفديك يا بشار، بالروح بالدم. بقول مبروك، بقول مبروك لك يا حلب، مبروك لك لسوريا، ومبروك لخاصة لسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد. مبروك لكل شعب الجمهورية العربية السورية، مبروك للصغار والكبار. اليوم مدينة حلب الصامدة بصمود قيادتها الحكيمة بقيت منتصرة بفضل الله وبفضل الجيش العربي السوري. إذن اليوم نحن ندخل إلى نحن منتصرين هلا مع سوريا، بالروح بالدم نفديك يا بشار. أنا هاي الفرحة ما بهديها غير لحلب كله، وصمودنا رجعانين على بيوتنا، وإن شاء الله النصر هيك للجيش. وشكراً للإخبارية السورية شاركتنا من أول أزمة لهلا، ولوليد هنايا ولأنس رمضان شاركونا على حلب،
شكرا. اليوم بدأت أمطار الخير، أمطار النصر، بشائر النصر تهطل مع هذه الانتصارات. إذن اليوم مدينة الصمود هي أصبحت مدينة الانتصارات بفضل الله وبفضل الجيش العربي السوري. هؤلاء الثالوث المقدس، وطن، شرف، إخلاص. اليوم كل التضحيات وكل ما تعرضنا له من تغطيات ومن صعوبات، كل ذلك فدا هذا الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري. تفضل، شو بتحب تحكي؟ الله يحمي الجيش كله، والله سوريا بشار وبس. ان شاء الله عبال سوريا كلها يا رب، ان شاء الله باذن الله على نصر اردوغان الكلب. بقول مبروك لك يا سوريا، ومبروك لحلب ولسياده الرئيس بشار الاسد، وان شاء الله مبسوطين كلياتنا بهالنصر هذا وبهمه الجيش العربي السوري. تفضل تفضل. نشكر الجيش العربي السوري، نشكر السيد رئيس بشار الاسد، نشكر السيد سهيل حسن. انتم كاعلاميين تعبتوا معنا شهر كامل لتعطوا لحلب، انتم جزء من النصر لحلب ان شاء الله. هذا كثير. نعم، هذا واجب لكل شو ما صار هون. الاحتفالات عم نتابع عبر شاشة الإخبارية السورية، الانتصارات، السيارات التي تقوم بمسيرات هي مسيرة، وأيضا الحشود الشعبية الكبيرة بكافة فئاتها، الصغار والكبار، الكل يحتفل في هذا اليوم. نشكر الله على هذا اليوم، نشكر الله. ومرة أخرى نعتذر من كل القنوات المعارضة، نقول لكم خسأتم في نقل الأخبار. واليوم أعلام السوري، أعلام الجمهورية العربية السورية قام بتغريضكم، وأيضا لم تثنوا من عزيمتنا. تواجدنا ورصدنا كل ذلك، والنصر الذي حقق اليوم هو بفضل الجيش العربي السوري. إذن حتى اللحظة سوف نبقيكم على لقطات عامة عبر شاشة الإخبارية السورية، على أن أنتقل إلى زملائنا المتواجدين معنا هنا في هذه المنطقة التي تعم كغيرها. سوف أنتقل إلى الزميل أنس رمضان مباشرة. يعني ربما اليوم يمكن القول بأن مدينة حلب لن تنام أبدا، هذا بالتأكيد. أي نعم أن الاتصال لا يوجد اتصال مع السيد، ولكن دعوني أؤكد لكم بأن مدينة حلب كانت تنتظر بفارغ الصبر لحظة إعلان هذا الانتصار، كانت تنتظر بفارغ الصبر البيان الذي صدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الذي أعلن نصر مدينة حلب. هذا النصر الذي جاء بدماء الشهداء، شهداء الجيش العربي السوري، وجاء أيضا بتضحيات الجيش العربي السوري. لذا تحية لهذه الدماء الطاهرة، وتحية لدماء الشهداء أيضا. إذا ممكن يعني يحق يحق بس رواق الله بشار وجيش الإخوان، الله بشار وجيش الإخوان، الله بشار وجيش المغوار، الله إذن يحق لأبناء مدينة حلب أن يحتفلوا كما شاءوا، يحق لهم أيضا يحق لهم أن يعبروا عن سعادتهم وعن فرحتهم. وطالما بأن أبناء مدينة حلب، هذه المدينة التي عانت كثيرا مما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة، مدينة حلب على بس نحكي شوي الله يخليك إذا ممكن. مدينة حلب التي عانت على مدار هذه السنوات من التصعيد الإرهابي وما تفعله المجموعات الإرهابية المسلحة، المدينة التي سرقت معاملها ومصانعها، المدينة التي دمرت وخربت مدينتها القديمة، المدينة التي قدمت آلاف الضحايا من المدنيين نتيجة كما يقول لي معاملها سرقت، لكن وطنية أبناء مدينة حلب لم تسرق بالتأكيد، وصمدت مدينة حلب. هذا الصمود والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري أوصل مدينة حلب إلى هذا اليوم، اليوم المقدس لأبناء مدينة حلب الشهباء. بالدم
اليوم الذي تعيش فيه حلب هذه الفرحة هذه الفرحة هذه الفرحة هذه المدينة التي عاش فيها الثأرات يعني أحاول كلمة بس لدول الخليج هالعملاء اللي بعثوا لنا كافة الإرهابيين إلى سوريا دسناهم وبعثنا لهم ياهم نندوس على برمانهم لدول الخليج هالعملاء انتصرنا 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 في حرب نحن ننتصر نحن منصورين نحاول يعني آسف كما قلنا في السابق شو عدد أجراسنا نحن كلياتنا الله سوريا بشار وبس الله محي الجيش كله الله محي الجيش نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار أنا بدي أحكي نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار بالروح بالدم نبيك يا بشار يعني نحاول نبيك يا بشار نحاول أن نرصد الأفراح سأتحدث اليوم بالعامية بالعامية يعني أبناء حلب اليوم يا جماعة حابين يحتفلوا بالطريقة اللي بتعبر عن سعادتهم وعن فرحهم هاي المدينة العظيمة الحبيبة حلب هاي المدينة المقدسة اللي يعني عانت كما ذكرت معاناته من هذه المجموعات الإرهابية المسلحة ها هي حلب الشهباء تنفض غبار الإرهاب عنها ها هي مدينة حلب اليوم تكتب يعني صفحة جديدة في التاريخ المشرف لكل السوريين ولأبناء هذه المدينة المدينة التي تعتبر أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ المدينة التي يمكن شو حابة تقولي؟ بحب أوجه كلمة للعربان الغربان يا حلب يا شهبة عربان نفطم للطخة بالعار عربان نفطم للطخة بالعار رح تركع رح تركع وما بيركع البشار وإرهاب قاتل وحرق ودمار ما بيقدر يدمر شموخك يا حلب عزك صمودك كبريائك والنصر رح يرجعوا بإيد الأسد بشار وجيش الرجولة والشهامل ما بذل رح ينتصر ويكللك بالغار رح ينتصر ويكللك بالغار سوريا يا بلدي نحن شعب تنهار أبواب المحن نحن شعب ما شاب لو شاب الزمن نحن البطولة والمحبة والوفاء نحن الصقور الجارحة نحن جمر ما بينطفى نحن الأسود الشامخة من قلوبنا رح نهتفى عاشت كرامة سوريا وكل مكان عاشت نبديك يا بشار بالروح نبديك يا بشار وحب أقول أنه طلع شمس الحرية من شباك الباسية ولعيونك يا أبو حافظ نطبق بعد هذا الانتصار للجيش العربي السوري وبعد هذا الانتصار لسيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد يعني إذا يعني يمكن القول إذا ممكن ناخذ الناس إذا ممكن بعده على الشرطة إذا يمكن يعني إذا ممكن بس كلمة إذا ممكن كما نشاهد كما ذكرت لكم أذكر مرة أخرى زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية كل مشاهدي الإخبارية السورية بأن مدينة حلب بدأت في بهذه الاحتفالات التي جاءت بشار وبس لأبناء المدينة الكبيرة أبناء مدينة تصفيقي تركيا يعني بشار وبس الله كما نشاهد بس ناخذ هاي الله يخليكم بس ناخذ الناس الله يخليكم بشار وبس عدنان جمعة إذا ممكن بشار وبس يعني الكل يخرج من بيته الكل يتجه إلى أحياء حلب وإلى شوارع حلب الكل يتجه إلى أحيائها الرئيسية في هذا اليوم الكبير اليوم المقدس الذي
انتصرت مدينة حلب على الإرهاب. شو حبيتكم؟ تفضل. الله 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 يحيي الجيش السوري لحرمنا سوريا. والله خلينا بشار الأسد. الله يحيي الجيش. يعني هنالك صعوبة بطبيعة الحال في التنقل من جزء لجزء. يعني المشوار الكبير نهدي لسيادة الرئيس دكتور مفدى بشار حافظ الأسد، وسوريا كلياتها بإذن الله راح تتطهر من الإرهاب، مو بس حلب، من حلب لتدمر ولكل سوريا شبر شبر بإذن الله ضد الإرهاب. اليوم انتصرت حلب وبكره سوريا كلياتها، وهالنصر لسيادة الرئيس بشار الأسد. شو كان شو كان؟ بس بس روق رشون روق روق شباب الميكروفون الميكروفون طلع يا سر بطل شيلوه لا شيلوه شيلوه سر بطل شيلوه ميكروفون ميكروفون إذا هي مدينة حلب التي تعيش هذه الانتصارات. هذا ربما أفضل حل للحديث من هنا من مدينة حلب، أفضل حديث للوقوف. يعني نحاول أن نرصد كل الأجواء أيمن إذا ممكن. مدينة حلب اليوم تعيش أفراح كبيرة، مدينة حلب اليوم تنتصر على الإرهاب، اليوم مدينة حلب تستمر بطبيعة الحال في بهذه الأفراح. إذا ممكن نعم نرصد في هذه الأوقات بعض أبناء مدينة حلب. إذا هي حلب كما يقول كل أبناء مدينة حلب، هذه حلب الشهباء، هذه حلب المدينة الصامدة، هذه المدينة التي وقفت مع جيشها العربي السوري، واليوم تنتصر لانتصار هذا الجيش، الجيش الكبير، الجيش الذي تحدى كل الدعم الذي جاء من قبل الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة، وانتصر الانتصار. أبناء المدينة انتصر لرفعة هذا البلد. يا ما شباب شو بيديهم وقالوا رئيسنا ما تنتصر وانتصر ولا عينيهم. إذا سأل يعني نعم أنا نسمعك بشكل جيد، تفضل أنس. أيضا ضمن تغطياتنا يعني لا يوجد اتصال بطبيعة الحال مع استديوهاتنا بدمشق، لكن فعليا يمكن أن نستمر في رصد هذه الأفراح الكبيرة التي تعيشها مدينة حلب عبر عدسة الزملاء أيمن منصور وعدنان جمعة ورودين علوش والزملاء أيضا هنا زملائنا في الإخبارية السورية. كما نشاهد الأعلام الوطنية أعلام الجمهورية العربية السورية ترفع من قبل كل أبناء مدينة حلب اليوم في هذا اليوم الكبير. الأفراح تعم شوارع المدينة، الأفراح تعم أحياء حلب في هذه الانتصار. هذا الانتصار كما ذكرت وهذه الأفراح جاءت بعد بيان الجيش العربي السوري الذي أعلن إنهاء الوجود الإرهابي في مدينة حلب، أعلن النصر لهذه المدينة، أعلن النصر لحلب الشهباء للقلعة الشامخة، أعلن النصر لهذه المدينة التي تحدت كل شيء. الله حي الجيش العربي السوري، الله خلينا ياهم، اكفينا ياهم. الله محيي
اردوغان، خسرت اردوغان، خسرت حمد الكلب، خسرت السعوديه، خسرت كل دول العالم. الله بحيي الاسد، الله بحيي بشار الاسد. بدك تم سوريا الاسد. انتصرت اليوم، انتصرت حلب، بكره رح تنتصر ادلب. نعم، كما قال هذا الطفل، اليوم انتصرت حلب وغدا ستنتصر مدينة إدلب، ستنتصر بالتأكيد بفضل الجيش العربي السوري وأيضا بفضل انتصاراته. إذن هي مدينة حلب، إذن ها هي مدينة حلب التي تشهد هذه الانتصارات الكبيرة وهذه الأفراح، لا سيما مع إعلان البيان لقيادة الجيش العربي السوري. كما دوار بولمان، ايه ايه ايه، مجددا مشاهدينا مشاهدي الإخبارية. نعم نعم أنس، هذه الأفراح تأتي من حلب مباشرة. مراسلي الإخبارية السورية وموفد الإخبارية السورية ربيع ديبة يشاركون أهل حلب هذه الأفراح. أنس، الهواء لكم والشاشة لكم، نستمر بنقل أجواء الأفراح من حلب مباشرة إليك أنس. نعم، كما ذكرت يعني منذ قليل مدينة حلب كانت تنتظر بفارغ الصبر أن يخرج البيان العام للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. الكل كان يترقب، الكل كان ينتظر لكي يعلن هذا الفرح بداخل كل قلوب ونفوس أبناء مدينة حلب. هذا النصر الذي كتبه الجيش العربي السوري وسطره هذه البطولات ودماء الشهداء، فتحية لدماء شهداء الجيش العربي السوري. نعم. وكل الحلفاء وكل من دافع عن الأرض السورية. اليوم مدينة حلب كل أبنائها خرجوا إلى الساحات، خرجوا لكي يحتفلوا بعد هذا الصمود الكبير. نعم. الصمود الذي جاء من هذه المدينة، الصمود الذي جاء من قبل أبنائها، المدينة التي عانت معاناته من يعني ما قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة، هذه المجموعات الإرهابية التي حاولت سرقة الحياة. نعم أنس، كأنه سرقة الحياة. نعم. اليوم الجيش يعيد الحياة إلى الحبيبة حلب. اليوم الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري يعيد البسمة إلى وجوه أمهات الشهداء. منذ قليل التقيت بأكثر من أم شهيد، أكثر من أم شهيد نزلت إلى الشارع لكي تحتفل بهذا النصر، لكي تقول أن أبنائي استشهدوا في سبيل سوريا وفي سبيل أيضا هذا الانتصار، في سبيل طرد المجموعات الإرهابية المسلحة من الأرض السورية. اليوم جميعنا هنا في مدينة حلب نحتفل لهذا النصر الكبير، لهذا النصر المقدس، لهذا النصر الذي يمكن القول بأن الجيش من خلاله لقن كل جيوش العالم دروسا. الجيش العربي السوري، الجيش المغوار، الجيش الذي أعاد لمدينة حلب هذا الفرح بهذه الانتصارات، أعطى لمدينة حلب فرحتها بالصمود على مدار 5 أعوام ونيف من الحرب التي شنتها المجموعات الإرهابية المسلحة وداعميها من هذه الدول. نعم. الحرب التي يمكن القول بأنها ستنتهي بالتأكيد بهذه الانتصارات التي تعيشها مدينة حلب
التي يمكن القول أيضا بأن المدينة ستعود إلى ما كانت عليه. ستبدأ المرحلة الثانية في الإعمار. مدينة حلب بالتأكيد بعد هذا الانتصار سيتطلع أبناؤها إلى كل أرجاء المدينة، مدينة حلب التي يمكن القول أيضا بأنها يمكن القول بأن مدينة حلب ستتطلع إلى إعادة الإعمار، الإعمار الكبير الذي يمكن أنها المرحلة الثانية التي يسعى من خلالها أبناء مدينة حلب للعودة إلى الحياة وإعادة هذه الحياة. نعم أنس وكأنه بدأ تزايد. الله بحي الجيش العربي السوري. شكرا. قومة مرتزقة. الله بحي الجيش. يعني كما ذكرت الله بحي الجيش. يعني بالتأكيد 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 سأنتقل أيضا إلى عدد من يعني المتواجدين هنا في مدينة حلب. ألف مبروك لحلب الشهباء. ألف مبروك لحلب الشهباء. ألف مبروك لسيادة الإمارة. عدنان جاي عدنان. المايك يا شباب. إذا مشاهدينا كما نتابع في الصورة، الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي نزل إلى الشارع في حلب ليشارك فرحة أهلنا في حلب. تسمعني ربيع؟ إذا مباشرة نقول لكم الاحتفالات بفرحة النصر في حلب والذي يشارك بها الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي. شباب بكم دقولي يا شباب. تسمعني ربيع؟ كنترول دقوا على موبايل وليد هناي. نعم إذن مشاهدينا الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال يشارك أهل حلب هذه الفرحة، الفرحة التي عمت كل الشوارع السورية، التي عمت قلب كل سوري على امتداد هذا الوطن. ربيع تسمعني؟ ربيع تسمعني؟ ربيع يلا تفضل تفضل ربيع. نعم تحية. نعم تحية لك. حياك الله. يعني الآن هنا كما قلت لك أيات خرج آلاف المواطنين في حلب لينتصروا لحلب مع خروج آخر مسلح. معي ضيفي هنا الذي نزل ليحتفل مع أهالي حلب في هذا النصر، الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي رفيق أهل الهلال. مبروك النصر. مبروك لكم جميعا. مبروك لأبناء حلب الشرفاء. مبروك. ألا ترى هذا الانتصار الرائع؟ الفرحة في عيون أبناء حلب جميعا. هذه الفرحة التي إن شاء الله سوف تدوم ولن يستطيع هؤلاء المجرمين أن يخطفوها بعد الآن. عانى هذا الشعب أكثر من 5 سنوات لكنه اليوم نفض غبار الإرهاب عن كاهله. هذا اليوم نفض طرد هؤلاء المجرمين إلى غير رجعة بقوة وببسالة جيشنا العربي السوري وبقوة وبسالة وصمود قائد هذا الجيش. اليوم نرى فعلا انتصارات في حلب يعني تبعث على الطمأنينة على الفرح على السعادة، ومن حلب سوف ينطلق الانتصار إلى كل أرجاء الوطن الحبيب سوريا. طوفان حلب، هل رأى الشعب كله معارضة معتدلة في سوريا؟ هل رأى معارضة معتدلة في حلب؟ أي معارضة تتحدث يا رفيقنا الغالي؟ كلهم وكل هذه المعارضات وجه واحد للإرهاب القذر، للإرهاب الممنهج. لا يوجد شيء من الاعتدال أو غير الاعتدال، كلهم قذرين وكلهم اليوم سحقوا في حلب وسحقوا في شوارع حلب وفي ساحات حلب، وقد ولوا إلى غير رجعة، وسوف يطاردهم الجيش العربي السوري لتكون أرض سوريا كلها خالية من هؤلاء القذرين المجرمين. حلب غدا ستبدأ عجلة الحياة من جديد أو تتسارع من جديد، ما هي الرسالة اليوم؟ حلب منذ فترة زمنية طويلة وهي تعتبر نفسها منتصرة، لأن هذا النصر
لم يأتي من فراغ. قائد هذه الأمة وعد أبناء حلب بأنها سوف تكون خالية من الإرهاب، وفعلا هذا اليوم تحقق، هذا القائد عندما يعد يفي بوعده. اليوم هذا الانتصار يتحقق على مختلف جغرافيا حلب. أهل حلب فرحين جدا، ويحق لهم أن يفرحوا، ويحق لهم أن يزغردوا، ويحق لهم أن يحتفلوا في كل ساحات سوريا. فإلى غير رجع هذا الإرهاب، أبناء حلب سوف يبدأون بإعادة بناء مدينتهم بإعادتها أفضل مما كانت، وسوف تعود عجلة الحياة والمعامل والمصانع، وكلها سوف تعود أفضل مما كانت. أهل حلب كما هم أبناء سوريا، السواد الأعظم من أبناء سوريا، لا تثنيهم أي ممارسات من هؤلاء المجرمين. هم صامدين، هم صابرين، لأن حملوا السلاح بيد ويحملون باليد الأخرى بناء المعول لبناء الوطن. هناك مفارقة وسؤال أخير. نعم. الدولة السورية بادلتم اليوم المسلحين وأخرجتوهم مقابل أهالينا في كفريا والفوعة. أهلنا في كفريا والفوعة مهما تحدثنا عنهم لا نستطيع أن نفيهم ما يستحقون. هم صمدوا وصبروا وواظبوا وأعطوا دروس للعالم، كما هم أبناء حلب، كيف يتكون حب الوطن والتمسك بهذا الوطن وبثوابت الوطن، كيف يكون حب القائد لهذا الوطن. وبالتالي اليوم هم بإذن الله سوف، كما طهرت حلب من رجس هؤلاء المجرمين، سوف يفك الحصار قريبا عن أهلنا في كفريا والفوعة، ويعود هؤلاء الذين خرجوا ونعود معهم لنحتفل في ساحات كفريا والفوعة كما في ساحات كل سوريا. وطوفان بشري آخر في كل المحافظات السورية كما يحدث لله. طوفان بشري، واليوم محافظات كل القطر تحتفل مع أهلينا في حلب، لأنه من حلب سوف ينطلق الانتصار الشامل، الانتصار الأعظم. وما نراه اليوم من بكاء وصراخ وعويل من هؤلاء الأسياد الذين شغلوا هؤلاء الأجراء إلا خير دليل على أن مشروعهم إلى مزابل التاريخ وهم في الهاوية. شكرا لك الأمين قطري المساعد. شكرا لكم جميعا، وتشكر أيها الإعلاميين الأبطال سيادة المحافظ، تحية لك، مبروك النصر. كنا قبل أيام نتحدث معك وكنت تقول لنا خلال أيام قليلة وسترون أهالي حلب. مبروك نصر حلب، مبروك لكل أبناء الوطن، مبروك لصناع الانتصار أبطال الجيش العربي السوري والقوى الصديقة والرديفة، مبروك للسيد الرئيس بشار الأسد الذي قال حلب في عيوني. اليوم حلب، وغدا قريبا كامل طرق أرض الوطن ستطهر من رجس الإرهاب. طبعا نعاهد كل أبناء الوطن والقائد بأننا سنوصل الليل بالنهار لإعادة إعمار ما دمرته يد الإرهاب، وأن نكون الجيش الرديف للجيش العربي السوري. شكرا لك. مرحبا دكتور مالك، عفوا. مبروك النصر. اليوم الدولة والشعب والجيش يد واحدة في ساحات حلب، ما هي الرسالة؟ الرسالة أن حلب هي بوابة النصر لسوريا. نحن اليوم في قلب حلب، ورأينا بعيننا الانتصار على هذا الإرهاب التكفيري. تحيتنا لأهل حلب ولجيشنا المقدام الذي حقق هذا الانتصار. مبروك لسوريا ولقائد سوريا. شكرا. تحياتي لك أمين فرع الحزب في حلب. ماذا ستقولون اليوم وما هي الرسالة مع خروج آخر مسلح؟ اليوم اكتملت فرحة الانتصار في محافظة حلب، وعمت هذه الفرحة أرجاء القطر الحبيب سوريا بكاملها. وغدا سنبدأ مشوار الإعمار ابتداء من هنا من حلب، وكما انطلق الانتصار من حلب سيبدأ الإعمار أيضا من حلب. أقول مبروك لكل الشعب السوري وليس لشعب حلب فقط. شكرا. يعني سأحاول الانتقال الآن إلى عدد شيخ فارس جنيدان عضو مجلس الشعب. مبروك النصر، مبروك الانتصار لشعب. مبروك، مبروك النصر، وهذا النصر نهديه للسيد الرئيس، وفرحة أهالي حلب بهذا النصر كبيرة كانت. والآن من خلال من شي ساعة واحدة انقلع آخر مسلح من المناطق اللي كانت محتلة، وإن شاء الله سنحتفل بنصر آخر ونصر آخر بالرقة وإدلب والفوعة وكفرية وبكل شبر محتل من قبل هؤلاء التكفيريين.
عشائر حلب مرحبا. عشائر حلب قدمت شهداء كما أبناء الجيش العربي السوري وكما كل أبناء حلب قدموا الشهداء. ما الرسالة اليوم؟ هذه الشهداء اليوم تفرج العالم النصر الذي قدمناه في حلب، وسنقدم إلى الرقة ولإدلب ولإدر الزور، ونقول لهؤلاء الإرهابيين وداعمهم هذه حلب وهي أبناء حلب وهي جبوع تنقل العالم كله على المنتصرين بهمة قائدنا وشعبنا وجيشنا، ولن نخاف إلا من الله عز وجل، ونحن مع قائدنا ومع شعبنا ومع جيشنا ولا نخاف ومنتصرين بإذن الله. واليوم هذا هو أكبر دليل على انتصارنا. نحن أبناء المدينة وأبناء الريف وأبناء العشائر، كلنا مع القائد بشار الأسد. وشكرا لكم. من هنا من أرض حلب، من هنا من أرض حلب نهدي هذا الفرح لكل سوريا وهذا النصر لكل سوريا العربية. نهدي هذا الفرح للسيد الرئيس القائد بشار حافظ أسد أبو الحافظ. كم سلام الا لدول الخليج. مبروك لكل سوريا، مبروك للشهداء، دمنا فدا سوريا، فدا ارض سوريا، دمنا نهدي الانتصار للسياده الدكتور بشار حافظ الاسد. بالروح بالدم نفديك يا بشار. من ارض الصمود والتحدي، من ارض حلب الشهباء، بهدي انتصار الكبير للسيد الرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصر الله رمز المقاومه العربي السوري. باذن رب العالمين حلب منتصره، وان شاء الله عن قريب سوريا كلياتها لما بتكون عذب عيونها خضر مثل ما لونها اخضر. يعني تلاحظون معي زملائي في الاستوديو هذا الطوفان البشري هنا من حلب الشهباء، حلب الانتصار. سنبقى معكم ومع اهالي حلب لننقل للعالم تلك الصور، وساترك لكم هذا المشهد بعدسة الزميل عدنان جمعة، مشهد الذي غصت به شوارع حلب، مسيرات بالسيارات، أيضا احتفالات أهالي. يعني خلال نصف ساعة من إعلان النصر كان الشعب الحلبي بكامله في الشوارع ليعلن الخليج. من قولكم يا دول الخليج، من قولكم يا دول الخليج، بعتوا إرهاب العالم كله ما بيهمنا، بإذن الله منتصرين عليه بإذن الله. نعم، كما وعدنا سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد إن حلب في عينه وعرف في بعده. الله الله. لأن ربيع ديبة تسمعني. نعم ربيع، سنبقى أسمعك إياد. نعم ربيع، سنبقى معك في نقل هذه الأفراح من حلب. إذن مشاهدينا، هذه كاميرا الإخبارية السورية، نبقى معكم من خلالها بالصوت والصورة لنقل أفراح أهلنا في حلب. إذن مشاهدينا مباشرة العربية السورية. نعم. يعني فعلا هذا اليوم انتصار نصر كتير كبير. نعم. نحن أصحاب الأرض، ونحن اليوم رجعت لنا هاي الأرض لأنه الله مع الحق، ونحن أصحاب الحق. اليوم فريق الإخبارية سيحتفل بالنصر أيضا هنا في حلب حتى ساعات النصر الأولى. زميل وليد هناي، زميل عدنان جمعة، أيمن منصور، فريق التغطية المباشرة أيضا سيحتفل. نعم. كل الشعب الحلبي خرج ليحتفل كما قلت لك إياد. نعم. إذن مشاهدينا، نبقى معكم بالصوت والصورة من خلال موفد الإخبارية السورية ربيع ديبة، ومراسل للإخبارية وليد هناي، وأنس رمضان. نبقى معك ربيع ديبة بالصوت والصورة، وتتابعون هذه التغطية المستمرة مشاهدينا مع الزميل حسين فياض. أما أنا فلكم كل تحياتي. صوت صوت يا جماعة، بهدل الزلمة. نعم نعم. نعم نعم. وليد وليد وليد. ألو ألو. سوريا بشار وبس. ما فيها الله سوريا. أيوة أيوة أستاذ. أيوة أيوة. ما فيها ما فيها يا شباب. نحن مع الشعب السوري. نعم، يعني من جديد تحية لكل متابعينا عبر هذا اليوم الذي يحمل معه بشائر النصر. هذا اليوم الذي استعادت من خلاله مدينة حلب حقها، واستعادت أراضيها من الإرهاب ومموليه.
تفضل تفضل يعني حب قول كلمة للسيد الرئيس بإذن رب العالمين. هلا الحلب منتصرت وإن شاء الله النصر العظيم لما بيعم على كل أرجاء سوريا وترجع أدلب خضرة مثل الأول وأحسن. شكرا. يعني والله مهما تحدثنا لن نوافيك يا الجيش العربي السوري. مهما الله محيي الجيش العربي السوري. الله الله خلينا يقول الله يخلينا الدكتور بشار حافظ الأسد. يعني مهما تحدثنا ومهما قلنا لن نفي لن نفي ابدا بما فعله الجيش العربي السوري من صمود واصرار، وسانتقل الى احد عناصر الجيش العربي السوري. تفضل. الله سوريا وبشار الاسد وبس. الله سوريا وبشار. الله يحمينا القائد بشار الاسد. شكرا لك. اليوم مدينه حلب تعيش اياما جديده عبر دحر الارهاب والارهابيين. نعم نحن اصحاب الحق وها هو الحق يعود لاهله. هؤلاء هم اهل هذه المدينه، هؤلاء هم اهل الصناعه، هؤلاء هم اهل البطولات، هؤلاء هم اهل الانتصارات. نعم هذه الشوارع التي تغص فيها هؤلاء المدنيين يحق لهم، والله والله يحق لهم الفرح، والله يحق لهم الانتصار. حلب اليوم تحتفل بعد مرور 5 أعوام من تساقط القذائف عليها، وبعد مرور 5 أعوام من تواجد الإرهابيين ودمارهم فيها. اليوم مدينة حلب تنفض خبار الإرهاب، وها هي تنتصر، ها هي تنتصر بشعبها، وها هي تنتصر بجيشها، وها هي تنفض عنها غبار الإرهاب. تفضل. السلام عليكم. أول شيء ألف مبروك ألف مبروك لأهلي حلب، وأنا عسكري بالجيش العربي السوري بخدم أهلي حلب وبعلم إنه انتصار بكل حلب. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله نعود على حياتنا الطبيعية ونعود الأطفال إلى حياتهم مثل ما كانت. إن شاء الله ألف مبروك. ألف مبروك علينا وعليكم. نحن بنفتخر بكل عنصر من عناصر الجيش العربي السوري. تفضل. طبعا تحية، كل التحية للجيش العربي السوري، شاركنا بهذا الانتصار. الله يحمي. الله يسلمك. شو بتحب؟ كما نحتفل اليوم بتحرير مدينة حلب، سنحتفل قريبا بتحرير كامل تراب الوطن من كلام أردوغان. الله محيي الجيش. الله محيي الجيش. الله محيي الجيش. الله محييك. نحن صغارا وكبارا جميعنا ننفض لنقل العالم. نعم ها هو ها هو الشعب السوري يعلم دروسا للعالم بفن الصمود وبفن البطولات، وها هو الجيش العربي السوري يعلم للعالم اجمع ولجيوش العالم اجمع ما هي البندقية وكيفية استعمالها في دحر الارهاب والارهابيين. إذن اليوم نحن ندخل. يعطيك العافية. شو بدك تقول؟ بدي اقول بتشكر الجيش العربي السوري على هالنصر العظيم، وهدية للدكتور بشار حافظ الاسد بهذا النصر، والله يخلي لنا اياه ويحمي هالشباب كله والاعلاميين وطعم الاخباري كله. الله يسلمك. نهدي يعني هالشهداء لسيادة الرئيس دمهم كله لهالبلد في الوطن. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. اكيد اليوم نحن بنفتخر بوجود كل المدنيين الموجودين هون واللي صمدوا. الله يخلي لنا الجيش العربي السوري والرئيس بشار حافظ الاسد. أكيد. نعم تفضل تفضل تفضل. الله بخلينا الجيش العربي السوري بعد النصر. الله خلينا بشار الأسد. يعني الله بخلينا الجيش العربي السوري. لا 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 خلينا الجيش العربي السوري. إذن زلغيط زلغيط الصغار والكبار النساء. الله يسلمك. كيفك؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك على سوريا وعلى شعب سوريا وشعب حلب بالذات، والله يحمي الجيش ويحمي الرئيس بشار الأسد. الله يخلينا إياه وخلصنا من الإرهابيين إن شاء الله، وإن شاء الله النصر دائم، نصر النصر دائم إن شاء الله سوريا كلها إن شاء الله. صراحة مهما تحدثنا لن نفي، ومن جديد نكرر ونعاود ونقول عذرا أيها القناة الجزيرة، عذرا قناة العربية، عذرا جميع القنوات المعارضة، لأن الجيش العربي السوري لقنكم الدروس وعلمكم كيفية التعامل مع هكذا القنوات، ولأن الجيش العربي السوري تابع التقدم وجعلكم أنتم وجيوشكم الذين تمولوهم والذين تتحدثون عنهم أن تستسلمون وتركعون، تركعون للجيش العربي السوري وتركعون لحذاء الجيش العربي السوري الذي علمكم بهذا الحذاء والذي علمكم ببطولاته بأن فن القتال هو للجيش العربي السوري وبأن فن الصمود هو لهؤلاء الأهالي هؤلاء الأبطال. نحن مع الجيش العربي السوري ونحن مع بشار الأسد،
ونحن بنمديهم دمنا بروحنا. والله سوريا بشار اسد دمنا بدا سوريا بالدم. تبيك يا بشار بالراح. مبروك مبروك لحلب وعبال سوريا كلياتها، ومبروك للجيش العربي السوري، وشكرا لروسيا والصين وحزب الله وإيران. شكرا شكرا لكم. يعني أتحدث لكم من جديد وأعاود القول بأن مدينة حلب بكل شوارعها وازقتها تحتفل. عذرا للخلل الفني الذي يحصل، ولكن نتيجة يعني تفاقم المدنيين وتواجدهم والاحتفالات الكبيرة التي تحصل في هذه المدينة الصامدة وفي هذه المدينة التي باتت منتصرة اليوم. وسوف ننتقل أيضا. تفضل. الله محيي الجيش العربي السوري ومنحيي الدكتور بشار الاسد. نحيي كل شخص شريف شارك بهذا الانتصار، سقوط الصحراء، سهيل الحسن، كل القوات كلياتها واحد، كلنا واحد، كلنا واحد. بنهدي على الانتصار لسياده الرئيس بشار الاسد وبنقول لهم جايينكم لتدمر، جايين لتدمر. نعم اكيد اليوم الجيش العربي السوري يسحق الإرهابيين ليس فقط في حلب بل بجميع أراضي الجمهورية العربية السورية. والدور القادم كما يتوعدون هؤلاء الأبطال إلى أدلب وإلى تدمر وإلى كل رقعة من أراضي الجمهورية العربية السورية ليعاودوا فيها ويبسطوا سيطرتهم فيها. اليوم الجيش العربي السوري سطر أروع الملاحم ويتحدث بالقول بأنه مستمرا في العمليات. تفضل. بنقل احتفالات مدينة حلب مباشرة عبر الشاشة من ساحة الجولمان إضافة إلى ساحة الجامعة، نتابع عبر شبكة مراسلين وزملائنا المتواجدين. يا العالم نحن هون سوريين، نحن هون إسلام مسيحيين وأرمن وأشور وكل شيء. طول بالك. طول بالك. تفضل تفضل. بدي أحكي يا غلام، يا غلام، يا سعودية، يا غلام، يا عجي، أنت قلت أكثر من مرة سيرحل سيدك حافظ الأسد، فشرت لك أنت وملوكك سترحلون. يا أنجاس، يا خنازير. أكيد أكيد أكيد. يا خنازير نحن باقين، نحن سنحاربك يا فرنسيين. ونحن نؤكد على أسرار الشعب السوري مع الجيش العربي السوري المغوار الذي يسطر أروع الملاحم وأروع البطولات. يعني صراحة مهما نتحدث من بطولات ومهما نتحدث من يعني من صمود ومن أسرار فهو يعود للشعب السوري عامة وللشعب الحلبي خاصة. إذن اليوم نحن نحتفل، ولكن يعني الاحتفال نعم. تفضل. اولا نترحم على الجيش العربي، على شهداء الجيش العربي السوري. نعم. ودماء شهدائنا وجرحانا ما راحت هدر، ودماء شهدائنا هي اللي جابت النصر. ونحيي الدكتور بشار الاسد. يعني صراحة مهما نتحدث ونتابع بالقول. تفضل. الى طبيب العيون، الى السيد القائد الرئيس بشار حافظ الاسد، انت وعدت فصدقت، انت قلت ان حلب في عيونك، وهذه حلب قد تحررت من جنس الارهاب، وان شاء الله على كل انحاء الجمهورية العربية السورية. نعم شكرا. الانتصار قادم في كل مكان باذن رب العالمين. باذن الله. لننتقل قليلا بعدسة الزميل عدنان الى واقع المسيرات والمسيرة التي تسير بكل ادقة وشوارع في مدينة حلب. نعم اليوم إذن مدينة حلب هذه المدينة مدينة الصمود، اليوم تحتفل بانتصاراتها. ومهما تحدثنا عن هذا الشعب الذي صبر وصمد لمدة 5 أعوام ماضية وما زال مستمرا في صموده، فنحن نوجه بالحديث. تفضل. الله محيي الجيش، بسم الله منصورين، الله محيي الجيش. كل عام وسوريا بألف خير، والحمد لله رب العالمين. الحرب صارت ذكرى هلا، الحمد لله رب العالمين. جمع اهداء خاص
لسهيل حسن. شكرا شكرا. نعم نقول السيد الرئيس بشار الأسد، نحن أبناء حلب، نحن أبناء سوريا، سننتصر على سوريا، على الأرهاب كلهم. نعم شكرا. إذن اليوم نتحدث ومهما تحدثنا لن نفي بالغرض، وسوف أنتقل مباشرة إلى تفضلي تفضلي تفضلي. احكي لك احكي يلا لا تفضلي. الحمد لله رجعت حلب. الحمد لله يا رب. اذا ان شاء الله الف مبروك لكل الحلبيه، وان شاء الله عقبال سوريا كلها بالنصر الكامل وطرد الارهابيين والحشرات منا. الله يعمل الله محيي الدكتور بشار حافظ الاسد. اليوم نحن نتحدث من مدينة الصمود، هذه المدينة التي اليوم نالت شرف هذا الصمود والبطولات، و مهما تحدثنا كما أذكر عاود بالقول لن نفي بالغرض، لأن هذه المدينة يحق لها ما تفعله الآن ويحق لها ما تقوم بها الآن من بطولات وانتصارات، واليوم البطولات هي تنجز هذه الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري. العلم علم الجمهورية العربية السورية بكل مكان بسماء هذه المدينة، ورصاص الخطاط، هذا هو شرف عنوان الجيش العربي السوري، البندقية والسلاح، الجيش العربي السوري وطن شرف إخلاص، ثالوث مقدس، ثالوث لا يفرقه شيء، لأن البطولة والشرف هي تعلم من قبل الجيش العربي السوري ويعلم جميع العالم، لأن الفن خلق للجيش وأن الصمود خلق لأهالي حلب. ونقول الله بحيي الجيش وراح يمن سوري ان شاء الله، ويحقادنا يحمينا قائدنا بشار الاسد وبس. الله بس كلمه بدي اروح كلمه، المتعربون بس خلي يتعلموا هالدرس مننا ليصيروا اسياد ويجوا يتفاوضوا مع سوريا. نعم شكرا شكرا. اكيد نحكي لخلنا مع مين عم بيلعبوا، لانهم اولاد جايين ان شاء الله. الله لا نعم نعم كلمه والله نعم. سوف ننتقل بشاشه بعد ساعة الاخباريه السوريه، صور هناك صور هناك الى مناطق اخرى. اذا اليوم وسط المدينه وكل السبل في مدينه حلب هي تشهد احتفالات، وكل رقعه في هذه المدينه تشهد الاحتفالات. اذا اليوم نصر كبير لاهالي مدينه الصمود ومدينه الانتصار، واليوم هذه هي تشرق من جديد بفضل الله وبفضل الجيش العربي السوري. اليوم شمس الحياه هي تشرق صراحه، وهؤلاء المدنيين ينفضون عنهم غبار الارهاب. الله بحي الجيش، الله يسلمكم. دعونا ننتقل الى مكان اخر لو سمحتوا، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا. الله يحفظكم. داس على راسه للمحسني، داس على راسه. الله عيداش. لو سمحتوا بس خلونا نمشي. لو سمحت لو سمحت. مسكك روحي. يلا يلا يلا. لا ارجعوا لنا شوي. الله يحييك. ارجعوا يا شباب، ارجعوا ارجعوا شوي، ارجعوا يلا بدنا نحكي كلمه. الله يعني صراحه لا تعليق عما يحصل في هذه المدينه، كل ما يحصل هو بشائر نصر وبشائر انتصار وافراح للمدنيين، هؤلاء الابطال الذين صمدوا وصبروا، والان هم يعني نالوا شرف هذا الصمود عبر النصر الكبير. ويمكن القول ايضا بان اليوم مدينه القذائف لم تعد هكذا، بان الجيش العربي السوري نفض كل نعم. إذن هذا هو الجيش الذي علمنا أن نصمد، والذي استمدينا من خلاله القوة، وهذا هو الشعب الذي صراحة تعلم الصمود والاستبسال من الجيش العربي السوري. التلاحم والأخوة رأيناها بكل رقعة، التأخي والمحبة رأيناها بكل خط تماس وبكل خط جبهة. عن المدنيين وعناصر الجيش جميعهم أخوة، وجميعهم ناضلوا، وجميعهم الآن
نالوا شرف البطولة وشرف الانتصار. إذا قضيت الثلج والبرد، يعني على خدومك حلوه وحلب كلها فرحانه فيك يا وليد، يعني مراسلنا الحربي والاعلامي تفضل. الله ينصر سوريا يا رب، وينصر الشعب وينصر سوريا كلياتها، لانه هي فرحه ما بتتعوض. الله يخلينا بشار الاسد يا رب. شكرا. احكي لنا كيف شعورك اليوم؟ كثير فرحانين، فرحة ما بتتصور، طاول طاول، فرحة كبيرة كثير على كل الشعب السوري، عبيت سوريين. إذا نلاحظ أفراح النصر هنا في مدينة حلب، ويعني اليوم هو عرس، هو عرس مدينة حلب من جديد، هو عرس لأهالي مدينة حلب، هذه المدينة التي انكست يوم أمس بالثلوج البيضاء وطهرت هذه المدينة من رجس المسلحين ومن رجس الإرهابيين، اليوم هذه المدينة التي يعني صمدت والآن تنال شرف البطولات والانتصارات، لابد أيضا بأن ننتصر أكثر. ولا الله الله، أهلين أهلين يا خالي، أهلين. أسرور يا أسرور، ما سريتني يومي، ولا أدري من الله ولا أدري شفت في نومي. ها والحمد لله يا جيش العربي السوري على نصرتكم، ها وصار لنا 5 سنين نتحصر على هاليومي. لك شكرا، شكرا لهالتم، يسلم هالتم. الزلاغيط والافراح تهل وتورد بكل مكان. تفضل. طيران طيران السيد مدين بدأ فلح الارض، وطيران بشار الاسد رشب دار، وجيش العربي السوري والشباب الابضايات جابوا لنا النصر والانتصار. الله، شكرا شكرا. اليوم حتى السلاح دخل في الزلاغيط. اذا الجيش العربي السوري يعني النساء الكبار الصغار جميعهم باتوا أقوياء بفضل الله وفضل الجيش العربي السوري. إذن اليوم نتحدث عن إنجاز أسطوري عظيم، هو ليس فقط لمدينة حلب، هو للجمهورية العربية السورية أجمع. تفضل 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 تفضل. يعني إذن نتابع، تفضل شو بدك؟ الله يخلينا الجيش العربي السوري كلياته، ونحن فرحتنا ما بنعطيها لحدا ابدا ابدا بانتصار الجيش العربي السوري كلياته. الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس، الله سوريا بشار وبس. اول شيء الف مبروك النصر. الله يبارك فيك، الله يبارك. انا بحب علينا وعليكم، الحمد لله رب العالمين، الله فرجه، وما النصر الا من عند الله رب العالمين. نعم، اليوم إرادة الشعب هي المنتصرة. نعم، بالقائمة الأولى، وثانيا إرادة الجيش العربي السوري. تعال تفرج يا دول الخليج، يا دول العالم، نحن رجال، رجال الأسد، رجال سوريا. نحن ما فعلنا للوطن، ما بنقدر، ما بنقدر، ما بنقدر ندي جزء. هاي دموع، شو هاي الدموع؟ شو هاي الدموع؟ شو هاي نصر؟ هاي دموع نصر، دموع نصر، شهدانا شهدانا. إذن 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 كما تابعنا وسمعنا وشاهدنا بالصوت والصورة ووثقنا عبر شاشة الإخبارية السورية بأن مدينة الصمود هي مدينة الأبطال بفضل الجيش العربي السوري. والآن دعونا ننتقل مباشرة إلى الزميل أنس رمضان، وذلك لرصد وقائع أكثر من هذه المدينة، مدينة الصمود. إليك أنس. بطبيعة الحال يعني نحاول أن ننقل كل شيء هنا في مدينة حلب. زملائي في استديوهات الإخبارية السورية، هذه المدينة كما ذكرت